على حسب الشوفة راح سافا مارشي. سلام حبيباتي الزول في الاوان، ان شاء الله راكم كامل ملاح وتكونوا كامل اون بون سونتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبداو حبيت نقول لكم الصحه رمضانكم حبيباتي ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والهنا والعافيه، وان شاء الله كل عام يلقاكم بخير. حبيت نشارككم حبيباتي فيديو اليوم، يعني صورته ليله رمضان، يعني ليله ما قبل رمضان، وما كانش عندي وقت باش نحطه لكم في وقته، سمحوا لي باسكو كنت خدامه ايتو ما قدرتش نكمل المونتاج حتى اليوم، بصح معليش. دونك ان شاء الله حبيباتي الفيديو تاع اليوم راح ينال اعجابكم، ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه ونخليكم تتفرجوا الفيديو. دونك هنا حبيباتي كنت خرجت الصباح وشريت حوايج هكا تاع لورانجمون ايتو، وهادو اللي راكم تشوفوا فيهم اللي راني نمسحهم كنت فيديتهم وعاودت يعني عمرتهم كامل. كاينه قهوه وفريك وخميره، خميره تاع الخبز، دونك حطيتهم هنايا باسكو هادوما اللي راح نستخدمهم لو بلوس في رمضان. كاين الفريك نحبو بزاف، انا جو بريفير الفريك على شرب فيرميسيل، والخميره باسكو ندير بزاف مملحات في رمضان، وبيان سور القهوه. دونك مقبل لقيت هاد لورانجمون اللي يدي البيض، عجبكم عجبوني بزاف بزاف، قلت نبدل شويه باسكو كنت نحطهم في هذيك السله البيضه اللي شفتوها معايا بلوزيغ فوا في الفيديوهات نتاعي. دونك جبت هادي ويعني دخلتهم في لابواط، بصح شوفوا كنت غسلتها شويه بلو جافيل، يعني كاع الحوايج اللي شريتهم كنت غسلتهم بلو جافيل ايتو هكا باش نديزانفيكتيهم ايتو، على بالكم لا سيتواسيون اكطويل. وتاني كي الحوايج هادوما بيان سور يتغسلوا، يعني حاجه عاديه مش قبل كاع كورونا، باسكو حوايج اللي كاع الناس يهزوهم ايتو ماشي واحد ماشي زوج، دونك اوبليغاتوار لازم يكونوا نقيين ايتو. دونك حطيت البيض تاعي بقاو غير زوج باسكو الباكي اللي شريتو يدي 8 ل 10 وهذه تدي 12. و بيان سور كاينه واحد العفسه دائما نديرها، يعني نحي هذيك لاطات اللي كاينه على لا بواط تاع البيض ونلصقها في البلاصه اللي حطيت فيها البيض، باسكو خطرات يكون البيض هذاك مكتوب عليه لاطات وخطرات ما يكونش مكتوب عليه لاطات. دونك حطيته بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها باش شاك فوا نروح نهز ولا نشوف لاطات ونتفكر وهكا نكون عارفه يعني وقته قادره نستخدم البيض هذا وقته لا. وجينيرالمون البيض ما نستخدمه يعني رابيدمو، يعني ماشي حاجه اللي تقعد لي بزاف ايتو فوالا. وجبت ثاني حبيباتي هاد لي رونجمون اللي راكم تشوفوا فيهم بزاف شابين، منها يعني عجبوني هكا لو ديزاين تاعهم، ومنها تانيك اوتيل باسكو كي نحط فيهم لي ليغوم تاعي كل حاجه تقعد في بلاصتها يا با ميو. دونك نشوف دوكا واش كاين عندي ايتو، وحده راح نحط فيها لي طوماط والاخرين دوك نشوفو، انتو اللي راح تشوفوا كلشي معايا. واليوم تاني حبيت ندير شويه لا ديكوراسيون تاع رمضان ايتو، على بالكم جبت كاع واش عندي سورتو لي بوجي. دونك راح نوري لكم اكزاكتومون لا ديكو اللي راح نديرها في الصالون ايتو، هكا حبيت نخلق اجواء رمضانيه عندي. دونك خليكم معايا حبيباتي باش تشوفوا اكزاكتومون شنو هما الحوايج اللي عندي واش راح ندير بهم. دونك عندي هاد لابواط حبيت نحط فيها لي بوجي اللي شريتهم مقبل، على بالكم عوجتهم كاع باسكو اصلا لا ماتيغ اللي داروا لها بزاف سنسيبل، شوفوا بصح معليش راح نحطهم هكا.
قادرة نزيد واحدة، بصح راح نحطها في هذه مسحقاتها. وها هي اللي شفتوها في الفيديو اللي فات، قلت لكم باللي كي نخرج نشري لها جموع راح ندير لكم اون فيديو نوري لكم اكزاكتومون كيفاه راح نديرها ايتو. فوالا دونك ها هي. بصح على بالكم البنات هذا وين جي غوماركي بلي جبت دي بوجي كبار على عليهم، على بالكم في هاد البلاصه لازم لها دي بتيت بوجي، بصح انا جبت لها كبار. وفايسي ان شاء الله راح نحط لي كات غادو ما شاء الله راح يعني هذه راح تشد بلاصتها راح تغلق، سينو جو سري اوبليجي نروح نشري واحد اخرين دونك نسيو. بصح ابارامون على حسب الشوفه راح سافا مارشي فوالا، باسكو كاين بلاصه هذه جو بونس راح تحكم بلاصتها. فوالا تري بيان، ميم سي كيما قلت لكم ماشي لي بوجي اللي لازم لها، بصح معليش اون فا يوتيليزي هادوما دوكا، ابري راح نعاود نشري واحد اخرين. شوفوا ديجا مازال ما شعلتهمش و سا غوفليت اون ديغي راهم كاينين بليزيوغ بوجي في الداخل، بصح هما غير ربعه. وعندي هادوما اللي شريتهم العام اللي فات لرمضان. على بالكم حبيباتي نحب بزاف لا ديكوراسيون تاع رمضان، يعني كيما راكم تشوفوا جيسي او ماكسيموم بوسيبل نخلق اجواء رمضانيه في داري باش نحس شويه بالبنات رمضان، سورتو كو راني وحدي هنايا ايتو. على بالكم جو في دو مون ميو باش ما نحسش روحي سول في هاد لي مومون، باسكو سا دوفيان ترو سنسيبل مالغري كو جوا باش ما نحسش بهاد لو سنتيمون. عندي هادوما وعندي تاني كي كلكو ديكوراسيون كيما هاك، وعندي تاني سو جوغ دو بوجي شوفوا شريتهم من عند برايم مارك ا 1 اورو، عندي بزاف منهم يعني مازال جدد ما حليتهم شيتو، ابري ان شاء الله اذا سحقيتهم راح نجبد منهم باسكو شريت بالكرو فوالا. وكاين تاني هاد لي بوجي شوفوا صافي لونطوم اللي راهم عندي بصح ما نشعلهمش سوفون باسكو عجبوني بزاف بزاف، خليتهم جوست بور لا ديكوراسيون مي جو بونس جا وقتهم. بصح تاني راح نلقى الداخل ام بيجو، على بالكم صباح بوجي بيجو بوجي بيجو ما عرفش واش نقول. دونك في هاد لا بوجي كاين ام براسلي كيما راكم تقراو هنايا، يعني راه كلكو بار هنايا كي نشعل هايتو راح نلقاه جو بونس في ام بابي الومنيوم ولا في هكا ام بتي ساك اون بلاستيك، وهادي راح نلقى فيها دي بوكل دوري كيما راكم تشوفوا هنايا. اي بوغ هذيك لا طاب اللي وريتها لكم في الفيديو اللي فات اللي شريتها ديت برايكم حبيباتي، باسكو لقيت بزاف دي كومونتير قالوا لي ليليا هاد لا طاب حطي فيها هكا شمعه وحطي فيها مصحف، دونك كنت اصلا نخمم واش راح نحط فيها كوم ديكوراسيون، وكي شفت لي كومونتير نتاعكم عجبتني ليدي وحطيت. ميرسي بوكو حبيباتي. دونك هنايا راح نحط كاس حليب يكون دافي، انا استخدمت هذا الكاس اللي راكم تشوفوا فيه، وراح نزيد 4 مغارف كبار سكر، وراح نزيد مغرفه كبيره تاع خميره الخبز معمره تكون هكذا، راح نزيد شويه من قشور الليمون، ودوكا راح نخلطهم كامل ومن بعد نخليهم لمدة 10 دقائق باش تتفاعل الخميرة. وهنا بعد ما تفاعلت الخميرة راح نزيد بياض بيضة، وهذا الصفار اللي نحيته راح نخليه لابخي باش ندهن بها لامونا هذه، دونك راح نكمل نخلط.
دوكا راح نبدا نحط الفارينه باش نلم العجينه هذه. هي بوغ لا فارين حبيباتي ما راحش نقول لكم اكزاكتومون القياس اللي حطيت، يعني كل فارينه تختلف على الاخرى، يعني تبقى عندكم نتوما شوفوا حطوا منها حتى وين تتحصلوا على عجينه تكون هكا شاده روحها وتكون طريه. وبعد ما جمعت العجينه حبيباتي كيما راكم تشوفوا دوكا حطيتها على ان بلون دو طرافاي باردون يكون بروبر، وراح نعجنها شويه لمده 3 4 دقائق، ومن بعد نحط عليها زوج مغارف كبار تاع الزبده، يعني الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه ماشي في الفريجيدير، سينو راح تكون صعيبه شويه باش يعني تذوب لكم. ونكمل نعجن، راح تلاحظوا باللي هاد لي طاب تكون شويه واعره، يعني العجينه تاعكم راح تكون شويه واعره باش تجمعوها، بصح روحوا لها غير بالعقل حتى وين تتجمع لكم فاسيلمون. اذا لاحظتوا باللي جايه ليكيد بزاف مع هاد الزبده تقدروا تحطوا شويه فارينه. وخلاص بعد ما كملت دوكا قسمتهم على زوج كيما راكم تشوفوا، تقدروا نتوما تحطوا ديريكتومون العجينه كامله تتفاعل، يعني تخلوها تطلع شويه. تقدروا تانيك تقسموها كيما درت انا قسمتهم ديريكتومون في زوج، وكل وحده حطيتها في ان ريسيبيون ونخليهم كيما قلت لكم 30 40 مينوت حتى وين تلاحظوا بلي تضاعف الحجم نتاعها. هنايا جو في بريباري لا كريم، دونك حطيت نص لتر تاع الحليب وحطيت 3 مغارف كبار سكر، وزدت تاني حطيت زوج مغارف ونص كبار تاع النشا، وراح نبقى يعني نخلط حتى نتحصل على كريمه تكون ثقيله كيما راكم تشوفوا. وهنايا راح نزيد نحط لافاني، انتوما اذا عندكم لافاني تكون ليكيد سي ميو، انايا عن بالي كان عندي بصح كي شفت ما لقيتش عندي لافاني ليكيد، دونك معليش حطيت لافاني هذه سكر فاني. وتاني راح نزيد مغرفه ونص تاع الزبده، هذه هي لا كريم. نتوما تقدروا تطلعوا لا كريم شونتيي ومن بعد تخلطوها، انا ما عنديش لا كريم شونتيي دونك درتها غير هكذا، ودوكا راح نخليها حتى وين تبرد تري تري بيان باش نستعملها. وهنايا خلاص يعني هذيك العجينه خليتها ارتاحت وتضاعف الحجم نتاعها، ودوكا راح نبدا نحطهم في هاد البلا، يعني كيما قلت لكم خرجوا لي زوج، انا عم بالي راح تخرج لي وحده بصح على حساب لي زانغريديون اللي حطيتهم خرجوا لي زوج. دونك هنايا راح نحطها في هاد البلا اللي راح يدخل للفور ونشكلها، يعني ندير لها اون فورم، نتوما ابخي لا مونا يديروها مدوره هكذا بصح نتوما كيما حبيتو، يعني تقدروا تديرو كيما حبيتو نتوما. وهنايا نخليها تانيك تخمر، يعني دوكا نعاود نخليها شي 10 15 دقائق باش نزيد نحط عليها الوسمو الصفار البيض اللي نحيتو مقبل، درت له شويه تاع القهوه خلطتهم وهذا ما كان. تقدروا ميم تحطوا لافاني مع القهوه وصفار البيض هكا باش تروح له هذيك الزفوريه. هنايا الفيديو راه يمشي بالخف، دونك خليتهم خمروا، حطيتهم في الفوق وطابت بدرجه حراره تكون 160 حتى وين تلاحظوا باللي يعني هكا حمارت من الفوق كيما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. خليتها تبرد غير شويه، ودوكا جيت حليتها على زوج كيما راكم تشوفوا، وراح نحط لا كريم لي بريباريتها من قبيل. على بالكم حبيباتي خرجت لي بزاف بزاف بنينه، واش نحكي لكم انا لا مونا سي لا بروميير فوا نحضرها، يعني كنت ناكلها في الجزائر نحبها بزاف بزاف في رمضان، بصح اشاك فوا نجي نديرها نقول بلي واعره واعره، بصح درت الكوراج قلت كي عادي شغل حاجه راكي حابه تاكليها نوضي
وحضريها بروحك. وكي نط جاتني سهله يعني، ما جاتنيش بزاف واعره، صح دات لي شويه وقت بصح خرجت الافام بنينه بزاف. هنايا تقدروا تحطوها، تحطوا لها العسل ولا شربات هذيك تاع السكر ويتو كيما حبيتو. انا حطيت عليها كراميل كيما راكم تشوفوا، غير باش هكا تكون عندها لابريونس هذيك الفوق. وحطيت عليها شويه سكر غلاس، وهذا لي شوكولا اللي راكم تشوفوا فيها فيرميسيل ايتو. يعني ابري طريقه التزيين كل واحد يزين بطريقته الخاصه. وحبيباتي كيما قلت لكم، اذا سييتوا الوصفه ما تنساوش تبعتوا لي فو فوتو في انستغرام، جي هات دو ريبارطاجي سا في لو بروفيل ايتو. وتانيك اذا سييتوها كيما نقول لكم في شاك فيديو، يعني ما تنساوش تخلوا لي رايكم في لي كومونتير هكا باش البنات اللي حابين يسيوها يقراو لي كومونتير نتاعكم. هنايا حبيت نقطع لكم شويه منها باش تشوفوا اكزاكتومون كيفاه خرجت للداخل، وتشوفوا شحال جات خفيفه. انا ما نكذبش عليكم، شفتها تانيك عند وحده في يوتيوب وقلت نسييها وفيلميتها لكم. وفرانشمون جو سوي فريمون ساتيسفيت من لا روسيت، عجبتني بزاف بزاف وخرجت لي بزاف خفيفه هشيشه. كيما قالت لي وحده في لي كومونتير، قالت لي هذه هشيشه تاعك وحدك. ما عرفش اي ميم با اسكو يستخدموها بوغ سا ولا لا، ليسونسييل نتوما تفهموا عليا. اي فوالا حبيباتي، هذا هو فيديو تاعنا اليوم. نقول لكم صحه فطوركم، وان شاء الله نعاود نرجع بفيديو جديد عن قريب ان شاء الله. تهلاو لي في رواحكم، نحبكم بزاف بزاف. وما تنساوش تخلوا لي لايك للفيديو اذا عجبكم، كومونتير وتشتركوا عندي في القناه. باي باي.